مشاهدينا الكرام أينما كنتم وأينما تواجدتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. عدد جديد ولقاء جديد سيجمعنا وإياكم دائما في إطار برنامجكم، البرنامج الذي من خلاله نستعرض حالات شفاء التي تأتي لمجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية طلبا للشفاء وطلبا للتعافي، ولله الحمد يتأتى لها ذلك بفضل الله عز وجل أولا، وبفضل أيضا جرعات المكملات الغذائية التي تنتجها مجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية. خلال حلقة اليوم أيها الأعزاء المشاهدين ستكون برفقة السيدة فاطمة سلامي من مدينة الدار البيضاء، كي نتحدث وإياها عن رحلة المعاناة التي دامت لأزيد من 5 سنوات مع مشكل المس والسحر. لا شك أن السيدة فاطمة طرقت عديد الأبواب بحثا عن التحسن، ولله الحمد تأتى لها ذلك من بعد ما التجأت لمجموعة مراكز الهاشمي للأعشاب الطبيعية واستعملت جرعات المكملات الغذائية. سيدة فاطمة أولا السلام عليكم، ثانيا إمتى يعني تصابيتي بهذا المرض هذا، وكيفاش حتى يعني احتاجك هذا المشكل ديال المس والسحر؟ المشكل ديالي فاش ولدت بنتي، يعني الله عندها شي 6 شهور بحال ما هكاك، يعني الأعراض ديالي بديت كنحس بالخنقة وداك يعني كيجينا داك الارتعاش، يعني كان الخوف والقلق وسميتو صافي. بقيت في المعاناة بحال ما هكاك تقريبا شي يعني واحد الفترة. صافي مشيت للطبيب، ملي كنمشي عند الطبيب كندوز داكشي كيقول لي الطبيب انا ما عندك حتى شي حاجة، يعني خرج لي التخطيط ديال القلب، كان القلب ديالي كيضرب بزاف، التخطيط يعني خرج مزيان، يعني تحاليل يعني كل شيء. وعاود ثاني كتخرج لي الطبيبه الدواء داكشي، ملي كنعاود ثاني نمشي عند طبيب اخر، ملي كنقول لا واقيلا ما دار لي الطبيب حتى شي حاجه كنمشي عند طبيب اخر. تقريبا يعني راه ماشي 16 طبيب، ولا يعني مشات فلوس كثيره، يعني ماشي يعني راه مده وانا من طبيب للطبيب، هذا ما يدير لي والو، نمشي عند طبيب اخر هذا ما يدير لي والو. صافي كاك مشيت درت، كندير انا الرقيه، ملي شفت راسي بان الطبيب ما دار لي حاجه كندير الرقيه شويه، يعني تنقص مني شويه، ولكن واخا هكاك بقيت يعني مريضه. وداز بحال ما هكاك حملت بواحد الوليد وكشي تقريبا ثاني تقريبا بحال ما هكاك شي 6 شهور نفس المشكل داكشي اللي عندي، يعني في الولاده، يعني كيوقع لي داك المشكل يعني في الولاده. صافي هذيك واحد المره وانا ندير رقيه، قلت يعني غنزوج ديالي ما غت يعني ندير رقيه داكشي نصنت ليه في الليل، داير الرقيه بحال ما هكايا وانا نجي في القناه ديال الهاشمي. وبقيت كنتصنت وكشي كنشوف هذوك الاعراض ديال الحاله الشفاء، وهذا بقيت متبعاهم دائما، يعني بقيت متبعاهم. صافي هذيك واحد النهار جات وانا نقول للزوج ديالي، قلت ليه انا بغيت نمشي ضروري عند الهاشمي. يعني الزوج ديالي قال لي علاش غادي تمشي وهذه وتي ما خليتش الطبيب وهذه، قلت لي لا انا بغيت يعني نمشي عنده وبس، يعني نصح ولا ما نصحش انا بغيت نمشي عنده. صافي هذيك جيت عند السيده هذيك تقيت وداكشي، قالت لي الجرعه انا مده سيمانه بحال ما هكاك غتوصلي بها. صافي هي هذيك بديت يعني في الجرعه وداكشي. في الاول بداو يعني الصدر ديالي يعني كي كان بحال كي تزادت عليا في الاول تقريبا شي سيمانه بحال ما هكاك، بداو الاعراض يعني كيتنقصوا، بديت كنحس براسي بانني باغا وليت مرتاحه يعني في نفسيتي. وفي الجرعه الثانيه عاود جيت ثاني تقيت ثاني خديتها، عاوتاني الاعراض يعني بداو فيا اكثر، يعني بحال كان مره كان شويه مره كان. صافي هي ديك بقيت يعني واخا هكاك بقيت صبرت وداك الشيء. صافي وليت كان في الجرعه الثانيه وليت كنصلي، حيت انا ما كنش كان داك الشيء اللي كان عندي يعني على الصلاه، يعني كنت كنصلي بحال دابا مثلا بحال ما كنت في الصباح شي حاجه خاصني الظهر ما نصليش، يعني ما كانش عندي واحد الصلاه يعني منظمه. دابا الحمد لله وليت يعني كنصلي يعني الصلاه ديالتي منتظمه يعني في الوقت ديالي، ما كان كيجيني واحد الارتعاش يعني في الليل والخوف وداك الشيء، والقلب ديالي يعني ما بقاش في هذوك الاعراض، يعني شويه الحمد لله بدا كيتنقصوا، واخا يعني باقا في العلاج وداك الشيء يعني ما بقاش كما كنت يعني شويه. والحمد لله يعني وكنشكر الزوج ديالي حتى هو مسكين توقف معايا، يعني عانى معايا يعني مده، يعني من الاطباء من يعني صراحه يعني كنشكره بزاف وكنطلب من الله الله يسهل عليه في اي حاجه، هذا الشيء اللي كنتمنى ليه.
وكان نشكر دكتور الهاشمي على هادشي يعني اللي كيدير مع الناس، واني كنشكرو بزاف، واني دخل لي الخاطر يعني من ديك الرقيه اللي كيدير وداكشي كنحس بواحد الراحه بزاف، وكنشكرو يعني بزاف بزاف يعني هادشي اللي كيدير مع الناس. كنت ديما يعني مقلقه يعني مع ولادي مع راسي يعني ديما منهاره، يعني ماشي ما عنديش يعني واحد بحال كنكون يعني مرتاحه ولا شي، ديما انا الدار ديما انايا ما نحمش كاع الدار نبرك فيها، وداكشي ما كيجيني واحد القلق وداكشي بحال كنحس ديما راسي بانني مزموطه، ومره كيجيني داكشي مره كيمشي مني يعني تقريبا بحال مثلا دابا يعني مره جوج مرات في السيمانه يعني كيجيني داك الاعراض وكيفوتوني يعني شويه برا نحس براسي بخير، مره كنتغير ثاني في نفس الوقت. الناس الاخرين وداكشي كنتقبل الناس كنهضر معاهم وداكشي، ولكن هذاك المرض يعني عندي انا يعني اللي كنحس براسي مريضه، اما كنبغي الناس يعني يجيو عندي نبغي هذوك الاعراض يعني ما عنديش فيهم مشكل، يعني نبغي نخرج نبغي اي حاجه. وحده اللي كنت بانني كنتعصب ديما يعني مريضه، ديما كنحس براسي تعبانه، ديما ما كنحس براسي بخير في صحتي، هذا هو المشكل اللي كان عندي. الشغال ديال الدار كنت يعني مره كنحس براسي نورمال، مره كنحس براسي مريضه، ورغم ذلك يعني اللي عنده الاولاد وكشي رغم ذلك كنت كنصبر وداكشي وكان كيف واخا كنحس براسي مريضه، حيت يعني ما عندي حتى شي واحد يعني اللي غدا ندير عليه ولا شي حاجه، يعني بوحدي كان ما يمكنش كاني دراري صغار غدا ضروري واخا الانسان يكون مريض. كنت يعني في معاناه كثير يعني دوزت في حياتي، ولكن الحمد لله يعني ما الحمد لله كان آمن بالله سبحانه ويعني الشفاء يعني الله يعني دائما أنا كنت كنصلي وكنقول يا ربي يعني اجعل لي الشفاء يعني دواء في شي حاجة يعني اللي كتكون يعني بالقرآن وكذا. أنا كان آمنش الحمد لله، كان آمنش بدك شي ديال الشعوذة وشي الحمد لله. لا يعني الزوج ديالي كان مسكين واخا كان كيحس بيا ما كانش كيدي عليا، ما كانش كي واخا كيشوفني دايره وداكشي ما كانش كيدي عليا، مقلقه وداكشي ما كانش كيدي عليا، يعني عارفني بانني ما كنتش يعني بحال ما هكا، يعني غير تتزوجت ولات هذيك البنيه عندها 6 شهور عاد جاني داك المشكل. ومن عاود ثاني انا داكش المشكل اللي عندي في الولاده، كان الولد كيولي عنده 6 شهور كان مرض بالضبط، يعني 6 شهور كان مرض ما عرفتوش يعني ما يعني كنقول لي سميتو عليا يعني السحر يعني هو اللي كيدير هاد الاعراض داكشي، يعني الانسان كيكون مره نورمال مره لا. وملي كنمشي عند الطبيبه كتقول لي ما عندك حتى شي حاجه، يعني راه مده وليت كنشرب دواء ديال الاعصاب، يعني والطبيبه ندوزت عنده شي قالت لي شوف، قالت لي ما عندكش حاله ديال الاعصاب ولا قالت لي ها كنبغي نخرج لك الدواء وصافي في الاخر، وهي تقول لي شوفي قالت لي من الاحسن قالت لي تجنبي الدواء ديال الاعصاب، قالت لي انت ما عندكش هاد الاعراض يعني ديال الاعصاب ولا، قالت لي من الاحسن. كانت كنوقع لي المشكل مع جوج ديال الليل، كان يديني الزوج ديالي الميريزكو ديما مع جوج ديال الليل، حتى كتجيني ديك الزمطه وهذا ملي كنمشيو داكشي ملي كيديروا لي كيدوزوا لي شي كيقول لي ما عندها السيده حتى شي حاجه، تحاليل كل شيء كيقول لك ما عندها السيده حتى شي حاجه، يعني كنوصل لواحد الحاله يعني راه لا يرسل، يعني راه الحمد لله دائما كنقول الحمد لله يعني في هذا الشيء يعني ديال الله سبحانه الحمد لله. كانت نفسيتي محطمه، يعني كنت كنشوف وليدات الصغيورين كنقول بانني انا تقدر توقع لي شي حاجه وما عنديش لما نخليهم، دائما انا ملي كنشوف وليدات يعني باقا صغيورين وباقا محتاج ليا وداكشي كان ديما نفسيتي مريضه. الحمد لله شويه يعني ما بقاش عندي داك يعني شويه يعني واخا باقا بادي في العلاج وكشي يعني شي حوايج يعني تنقصوا مني، ما بقاش يعني كنفيق في الليل يعني كيجيني الردان كيجيني الحمد لله يعني شي حوايج يعني تنقصوا مني. الصلاه ديالي وليت كنصلي يعني منظمه، ما كنتش كنصلي يعني وليت كنصلي منظمه يعني الحمد لله. تقريبا شي 70% بحال ما هكاك، يعني واخا باقا كنشرب في الدواء وكشي يعني بالنسبه يعني للشفاء يعني الحمد لله، يعني انا مابقيتش كيما كنت يعني في الاول كانوا فيه الاعراض يعني كثيره، وكنت كنحس براسي بان مريضه. دابا وليت كندير شغل ديال الدار يعني كيما يعني مالفه يعني الحمد لله، بعدا وليت كنقايس وليداتي وكشي الحمد لله. كنصح الناس يعني كاع اللي عندهم بحال هذا المرض اللي عندي وداكشي يلتاجوا يعني للدكتور الهاشمي، راه يعني الاعشاب ديالو يعني صحيحه في الاول انا ما كنتش مصدقه وداكشي،
ومني مني بقيت كندير وانا نقول قلت غنمشي ندير في الله، يعني درت يقيني في الله سبحانه والتجأت يعني للدكتور الهاشم وكل شيء الحمد لله. الحمد لله ما كنت مصدقه، كنت كنقول بان الاطباء يعني ما داروا لي حتى شي حاجه، يعني ما خليت شي طبيب، ما خليت يعني الدواء وكل شيء، كنقول بان هذا الشيء يعني غير كذوب في الاول. ولكن يعني مني درت يقيني في الله سبحانه وجيت وكل شيء الحمد لله. يعني يعني كنطلب يعني دائما مني كنت كنشرب الدواء داك الشيء كنطلب الله، كنقول يا رب اجعل الشفاء في هذا الدواء، وربي يعني راه يعني استجاب يعني الحمد لله. كلمة أخيرة يعني كنشكر دكتور الهاشمي بزاف بزاف، يعني من هذا الشيء اللي كيدير مع الناس وكل شيء، يعني دائما أنا كنت كنشوفه يعني في ديك القناة ديال الحقيقة، يعني القلب ديالي يعني كيرتاح لي، يعني كيرتاح لي يعني بزاف كنشكره من هذا. الحمد لله كنشكره بزاف. إذن أعزائنا المشاهدين، كيف ما تابعتوا خلال حلقة اليوم، الحمد لله السيدة فاطمة الحالة ديالها تحسنت بشكل كبير، تحدثت لنا على رحلة المعاناة ديالها مع مشكل المس والسحر، الحمد لله تحدثت لنا أيضا على كيفاش تعرفت على مجموعة مراكز الهاشمي والحالة ديالها الآنية، وكيف أنها يعني تغيرات على الوضعية اللي كانت عليه من ذي قبل. أعزائنا المشاهدين، وصلنا لختام حلقتنا النهار اليوم، كنتمنى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.